لمسه بالراس تعود لاحمد هايل، سريعه باتجاه عدي صيفي. 10 دقائق اولى، هل نشهد هدف اول انطلاقه في الناحيه اليمنى وفيها عرضيه المتابعه بالراس في الشباك، هدف اول، هدف اول للنجامه، مبكر جميل عن طريق اللاعب عبد الله ذيب المنطلق على القائم البعيد، يستقبل العرضيه المثاليه وبهدوء واتزان يضع الكره على يمين حارس المرمى. إزوان لاحظ اللقطه، لاحظ العرضيه المثاليه، هنا انطلاقه في القائم الثاني بغياب الرقابه الدفاعيه، في الشباك رائعه، في الشباك هدف اول لمصلحه النشامه. احمد هايل عرضيه على القائم البعيد والراسيه عن طريق عبد الله ذيب، هدف لا يصد ولا يرد، ممتازه الراسيه في الزاويه الضيقه الصعبه على إزوان، هدف اول اردني باستغلال للثغره الدفاعيه. محمد 50 عام، مواليد الاول من فبراير عام 61. كره فيها خطا لمصلحه حسن عبد الفتاح. محمد إزوان بسن 21، حارس شاب يتلقى الهدف الثاني، هدف ثاني براسيه جميله اردنيه في الشباك السنغافوريه من كره ثابته. اذا السلاح السنغافوري يستخدمه المنتخب الاردني في هز الشباك السنغافوريه للمره الثانيه في هذا اللقاء. فرحة بازم فتحي المدافع المتقدم الذي استغل الفرصة بلمسة سريعة أربكت حسابات محمد إزوان وأسعدت جماهير المنتخب الأردني في مدرجات جيلان بيسار. لاحظ الإعادة من جديد، كرة ملعوبة طويلة داخل منطقة الجزاء، بازم فتحي بلمسة خفيفة يخدع حارس المرمى، يتغلب ويربك حسابات محمد إزوان، يتغلب على إزوان بهدف، هدف ثاني للمنتخب الأردني. إذا الرأسية لم تكن من باسم فتحي، هي كرة طويلة من باسم فتحي. الكرة في أيدي محمد إزوان. حسن من جديد، حسن عبد الفتاح إلى أحمد هايل، أحمد هايل يتقدم، اللاعب كرة 1-2، يتقدم بمجهود فردي ممتاز بشكل رائع، أجمل الأهداف، أجمل الأهداف، أروعها من اللاعب الهائل أحمد هايل بطريقة رائعة بمجهود فردي هائل. ينجح أحمد هايل في تسجيل الهدف الثالث ويفرح عدنان حمد، يطمئن لاعبي المنتخب الأردني على مقعد البدلاء. هنا حسن عبد الفتاح حياها، هنا أحمد هايل بطريقة رائعة، بطريقة ذكية، بطريقة هائلة، يخترق الدفاع السنغافوري وبيسارية أرضية على يمين محمد إزوان، يعلن النهاية غير الرسمية لهذا اللقاء، لكن يعلن أن المنتخب الأردني أصبح في رصيده 9 نقاط، العودة السنغافورية أصبحت أشبه بالمستحيلة، والانطلاقة الأردنية رائعة جميلة بتسديدة يسارية من أحمد هايل يضعها على يمين الحارس محمد إزوان ويفرح الجميع.